نستكمل اليوم أيها الأحبة حديثنا السابق عن النفس والروح وتطور النظرة إليهما في الحضارات القديمة وعند المفكرين الكبار، وكنا قد وصلنا إلى فلاسفة ومفكر الإسلام الأسبوع الماضي، وذكرنا أن الفلاسفة عادة ما يستعملون مفردة النفس وليس الروح، ذلك لأن كثيرا من الفلاسفة أو فريقا كبيرا منهم كان أيضا يشتغل بالطب، مثلما هو الحال عند ابن سينا وابن النفيس والرازي، وهؤلاء جميعا وغيرهم جمعوا بين الطب والفلسفة أو الاشتغال بالعلمين. والروح في اصطلاح الأطباء حسبما أوضح لنا ابن النفيس في القرن السابع الهجري، الروح لا تستعمل عند الأطباء بالمعنى الديني أو الميتافيزيقي أو المعنى الذي نناقشه منذ أسابيع، وإنما يراد بها الطاقة التي في الجسم، وقد ذكر ابن النفيس ذلك صراحة في كتابه الكبير الشامل في الصناعة الطبية، حيث قال إن حركة الدم ترتبط بتدفق الروح، وليس مرادنا بالروح هنا ما يقصد به في الكتب الإلهية، وإنما الروح هي القوة وأصنافها هي أصناف القوة. بعبارة معاصرة كانوا يقصدون بالروح الأكسجين أو الطاقة الموجودة مع الدم أو التي تنقلها الدورة الدموية إلى أنحاء الجسم، لذلك كان كلامهم عن النفس وليس الروح. وأول ما يصادفنا من كلامهم المفرد أو المستقل هو القصيدة الشهيرة للشيخ الرئيس أبو علي بن سينا المتوفى طبعا سنة 428 هجرية، وفيها يتبنى وجهة النظر الأفلاطونية في تصوره للنفس، فيقول في مطلع قصيدته قاصدا الكلام أو قاصدا الإشارة إلى النفس: هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع. هنا ومنذ اللفظة الأولى من البيت الأول من القصيدة نجد كلمة الهبوط، بمعنى أن النفس كانت في عالم آخر أعلى، ولذلك هي بالنسبة للإنسان هبطت أي نزلت من علن. ويوضح في الكلمات التالية هذا الأمر مؤكدا أنها نزلت من عالم لا مادي، عالم أعلى، عالم رفيع، بل هو العالم الأرفع، ولذلك قال عن النفس هبطت إليك من المحل الأرفع، ثم يشبهها بالحمامة الغمادية الورقاء، يعني ورقاء هو اسم لهذا النوع من الحمام، ورقاء ذات تعزز وتمنع. التعزز هنا والتمنع هنا هو شعور النفس تجاه الجسم، وهنا نلمح ما سوف يستقر في الوجدان العام من أن الجسم هو بالقياس إلى النفس عنصر مادي رديء، من شأن النفس أن تأنف منه، ومن شأنها إذ هبطت إليه أن تتمنع عن الصلة به أو عن الاندماج معه. ولذلك فهذه الورقاء، هذا الوصف اللطيف للنفس، اقترن بوصف آخر أنها متعززة ومتمنعة عن اللحاق بهذا الجسد. ثم تستكمل القصيدة استعراض فكرة أو فلسفة أو رؤية الشيخ الرئيس ابن سينا للنفس الإنسانية، وهو ما سوف نتوقف عنده بالتفصيل
الأسبوع القادم، لأن هذه القصيدة تحتاج بالفعل إلى وقفة خاصة متأملة. فإلى اللقاء.